طيب على الجانب الاخر برضو انت سجلت اعتقد 30 هدف في بالظبط في ثلاث مواسم. في ثلاث مواسم، يعني اشرح لنا برضو اسباب التألق والاهداف الكتيره اللي انت جبتها دي جت منين؟ هو طبعا كل ده بفضل ربنا اولا طبعا، وبعدين فضل المدربين اولهم كابتن احمد سراج لان هو اللي دخلني النادي، وبقيه المدربين يعني كنت ملتزم معاهم وبسجل. التسجيل صعب برضو ان انت تحرز اهداف، ده صعب جدا. قطاع ناشئين بقى فريق، او طبعا الفريق الاول ده شكل مختلف، لكن انا بتكلم على قطاع الناشئين، اعتقد ان التسجيل بيبقى صعب جدا. شعورك باول هدف انت احرزته بقى في النادي الاهلي كان ايه؟ ده كان حلم بالنسبه لي، وحتى برضو لما طلعت مع الفريق الاول يعني كل ده عدى في ثانيه، كل حاجه بتحصل في ثانيه ربنا بيجيبها في الوقت المناسب. الحمد لله صبرت والحمد لله شاركت مع الفريق الاول وسجلت هدف بس اتلغى الحمد لله. سجلت هدف في المقاولين، ايه اللي حصل؟ اشرح لنا ايه اللي حصل. انا نزلت اخر تلت ساعه من المباراه مستر موسيماني اتكلم معايا قال لي ان عاوزك تلعب على الجون كتير، فنزلت ولعبت كويس زي ما هو طلب مني وسجلت هدف بس طلعت اتلغى بسبب انه جه في ايدي. الهدف اللي هو جه في ايدك. طيب موسيماني كان بيتكلم معاك ازاي وبيقول لكم ايه؟ يعني انا عايز اسمع منكم انتوا الاثنين، هو موسيماني كان بيقول لكم ايه وبيتكلم معاكم ازاي خصوصا بعد ما عرفتوا ان انتوا هتلعبوا؟ هو طبعا بعد ما اللي هو خلاص احنا عرفنا ان احنا هنلعب، هو بدا اللي هو برده كان عايز يحفظنا، كان الوقت ضيق يعني اربع ماتشات وبرده طريقه احنا ما بنلعبهاش في الناشئين اللي هي الثلاثه ورا 3 4 3، فكان عايز يحفظنا التحركات باسرع طريقه ممكنه. كان برده كان بيبقى فيه اللي هو شويه ضغط، بس اللي هي الضغط اللي هي في الاخر لمصلحتك، اللي هو بيحاول يحطك تحت ضغط ان انت لما تلعب الماتش تبقاش مخضوض، ويحاول يحفظك اكتر حاجات ويديك محاضرات عشان في الاخر تبقى انت يعني حافظ التحركات زيك زي اي حد بيلعب بالخطه بقاله كتير. فده كان في الاول. بعد كده جه قبل الماتش بدا يتكلم معانا بطريقه اللي هو تحفيزيه، ان هو لا انتوا لعيبه كويسه وانتوا لو مش كويسين ما كانش زمانكم موجودين دلوقتي. بدا يدينا الثقه بشكل كبير جدا، وهو فعلا يعني نزلنا اول ماتش ما كناش حاسين ان احنا اقل من الفرق، كنا ساعتها ضد الجونه كناش حاسين ان مثلا احنا لسه لعيبه صغيره او ده اول ماتش لينا، مع انه كان اول ماتش لناس كتير. بالعكس هو كان مدينا الثقه الكامله. وانت يا ياسر؟ هو اول لما طلعنا الفريق الاول مستر موسيماني اتكلم معانا ان انتوا موجودين في المكان اللي استحقوه، وان انكم هتلعبوا كاس الرابطه ومش عاوز حد يكون مضغوط وبس. وانتوا كنتوا بتحسوا بكده؟ كنتوا بتحسوا ان مفيش ضغط فعلا؟ ده حقيقي. كنا بننزل عادي اللي هو زينا زي لعيبه الفريق الاول.